الإخوان الأخوات المرجو من الحضور. يا الأحرار.
والجواز رافضون صامدون صامدون 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 والجواز رافضون اقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. السياق الآخر المحلي الأخوات والإخوة، التدابير التي نزلت علينا دون سابق علم. هذه التدابير ديال المديرية الإقليمية، المذكرة ديال الزمن المدرسي. احنا ما كنديروش النقطة على مذكرة الزمن المدرسي، احنا تناقشوا مذكرة الزمن المدرسي في سياق ديال الدخول المدرسي، وما أكثر كل الفاعلين الحقيقيين اللي عندهم علاقة بالمنظومة، الإدارة التربوية، الأساتذة، الآباء، أطر ديال الإشراف التربوي، السلطة المحلية. يمكن أن نتحدث عن مذكرة الزمن المدرسي دون مراعاة خصوصية هذه المنظومة. الزمن المدرسي عنده علاقة بالتعلمات، عنده علاقة بالمناهج، عنده علاقة بالمردودية وبالجودة. ولذلك البيان ديالنا الأخير الثاني أكدنا على أن هذا التدبير بهذا الشكل يضرب في الصميم مبدأ ديال المردودية ومبدأ ديال الجودة. إذا المطلب ديالنا هو أن تناقش في إطار مجالس التدبير. لا يمكن أن نتوجه بإفراد مجالس التدبير من محتواها الحقيقي. آن الأوان كل لجان، كل مجالس اللي عندها وظيفة استشارية ستلعب دورها الطبيعي في تعزيز المنظومة التعليمية بكل الاقتراحات الممكنة. مع مرحلة جديدة بعد الانتهاء من الكيران وإزلامه والعثماني وهذه الطبقة ورميها إلى باب الخلفي وخروجها من باب الخلفي، يأتي المخزن الآن بلاعب جديد وهو باترونا بحلفائها من الأعيان ومن كبيل أو ريحة جماعية الشعب يريد إسقاط الجواز. الشعب يريد